أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد في برنامجكم الأسبوعي مال وأعمال. كعادتنا الأسبوعية سنناقش معاكم قضية اقتصادية ونفندها بشكل علمي مع ضيفنا في الاستديو. موضوعنا هذا الأسبوع هو ارتفاع أسعار الفائدة اللي شهدها كل من البنك الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والآثار المترتبة على هذا الرفع عالميا. أما الآن راح ناخذكم بفاصل قصير ثم نتابع معاكم برنامجنا. ناخذكم بجولة حول آخر الأخبار الخاصة بعالم المال والأعمال، حيث نبدأها ببنك الكويت المركزي الذي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2% إلى 2.25%، وذلك لمتابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية وأثرها على ارتفاع معدلات التضخم العالمية. ننتقل لخبر آخر يخص بنك الكويت المركزي الذي أعلن عن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة 200 مليون دينار لمدة 3 أشهر بنسبة عائد تجاوزت 1.6%. أما خبرنا الأخير فيخص أهداف التنمية المستدامة، حيث وقعت الإدارة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارة الأرصاد الجوية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل مذكرة تفاهم لتحقيق أهداف التنمية 17 لأجندة 2030، كما استهدفت الاتفاقية توفير إطار التعاون لجعل المدن والمستوطنات البشرية في الكويت شاملة ومستدامة. والآن إلى بوابة تويتر في وسائل التواصل الاجتماعي وأولى أخبار تويتر من حساب وكالة الأنباء الكويتية كونا حول تصريح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح عن وجود خطط استثمارية لرفع الطاقة الإنتاجية لتلبية الاحتياجات المستقبلية المتوقعة من منظمة أوبك والأسواق العالمية. أما ثاني التغريدات من حساب وزارة المالية وتصريح صحفي حول اجتماع سعادة وكيلة وزارة المالية أسيل السعد المنيفي بمسؤولين في الإدارة المالية القطرية للإطلاع على تجارب دولة قطر الشقيقة في أمور مالية مختلفة. وأخيرا مشاهدينا، لكل من يحب الاطلاع على صفحة البيانات القومية الموجزة لدولة الكويت ما عليه إلا أن يزور الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي. تابعوا معنا. أما الآن فنبدأ معكم في استعراض أحد ركائز التنمية في خطة كويت 2035 اللي تسعى لها دولة الكويت للتحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي، ومن ثم نتابع تقرير مختصر لموضوع الحلقة ونتعرف من خلاله على ضيفنا في الاستديو من خلال البطاقة التعريفية.
أزمة غذائية هناك وارتفاع في الأسعار هنا، مقاومة لكبح التضخم في دولة ما، وبنوك مركزية ترفع أسعار الفائدة في دولة أخرى. تتعرض بعض الدول لموجات من إضراب العمال، ويرتفع سعر برميل النفط ترة ويستقر عند مستوى معين ترة أخرى، بينما تسجل العملات الرئيسية انخفاضاً وارتفاعاً ملحوظاً يتبعهم الذهب بمسببات كثيرة، وتواصل المؤشرات حركاتها باتجاه اللون الأخضر والأحمر. العجلة الاقتصادية في حركة غير ثابتة في خضم القضايا الساخنة على الساحة مؤخراً. يحدثنا عن هذا ضيفنا في الاستديو عبد المجيد الشطي. تابعوا معنا هذه البطاقة التعريفية. تعرفنا معكم على ضيفنا في الاستديو من خلال هذه البطاقة التعريفية، ونرحب اليوم في مستشار مالي عبد المجيد الشطي. حياك الله معنا استاذ عبد المجيد. حيا الله استاذ عبد المجيد. في البداية حابين نعرف، هل رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بواقع 0.75% في حدود المعقول أم يعتبر ارتفاع كبير؟ أول شيء مشكورين على الضيافة الليلة، وإن شاء الله نحاول نتحدث في زيادة أسعار الفائدة. أحب أوضح الزيادة كانت 3/4 هي من الفدرالي الأمريكي. زيادة أسعار الفائدة في السوق الكويتي أو البنك المركزي الكويتي زاد سعر الفائدة 0.25%. طبعا قبل أجاوبك على هالسؤال أن هل الزيادة هذه معقولة أو لا، خلينا نتكلم في الأسباب اللي أدت إلى رفع هذه الزيادة، وهو وجود معدل تضخم عالي. معدل التضخم مثل ما نعرف الكل يعرف أنه أو كلنا مرينا في ظروف جائحة الكورونا، والتي أدت إلى توقف الاقتصاد، شبه التوقف الكامل للاقتصاد العالمي. هذا التوقف أدى إلى خلل في سلاسل الإمداد، أدى إلى توقف الإنتاج في كثير من، وأيضا أدى إلى أن زيادة في الطلب العالمي على كثير من المواد والسلع بالمقابل، بسبب أن البنوك المركزية والحكومات لكي تخفف من أثر أو من أثر وطأة الجائحة على الاقتصاد ضخت أموال كثيرة في الاقتصاد، وأيضا البنوك المركزية خفضت أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية. هذه الأمور أدت إلى ارتفاع في أسعار التضخم بسبب الخلل بعدم توازن بين العرض والطلب. الآن حنا كنا في الفترة هذه انتعش الاقتصاد بعد اكتشاف اللقاح، بعد عودة الحياة، عودة الحياة الطبيعية الى فانتعش الاقتصاد بشكل سريع، مما ادى الى زيادة الطلب على النفط، وبالتالي ارتفعت اسعار النفط وادت الى ارتفاع الاسعار.
المهم بالموضوع الآن أن كان في عندنا معدل تضخم عالي قبل الحرب الأوكرانية الروسية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، بسبب يعني وصول معدلات الطلب العالمي بشكل كبير عالي، وإلى بالإضافة إلى انخفاض أو الطاقة الإنتاجية في كثير من المواد، مما يعني صار عندنا احنا بالكويت منذ سنوات، وصل معدل التضخم الان الى حسب ما نشر مؤخرا الى 4.3%. معدل التضخم وصل في امريكا الى 8.6% الشهر الماضي، وهو اعلى معدل تضخم من 41 سنه. فبالتالي تخوف البنك المركزي الامريكي او الفيدرالي، فقام في رفع أسعار الفائدة بهذه الأسعار. طبعا البنك المركزي بنظري المتواضع أن البنك الفيدرالي تأخر في رفع أسعار الفائدة، لأن كانت بوادر التضخم موجودة قبل بداية هذا العام أو ما نهاية العام الماضي، لكن الكل كان يعتقد أن هذا التضخم مؤقت، فبالتالي لم يتحرك البنك المركزي بالسرعة اللازمة. نعم. الآن يحاول البنك المركزي أن يلحق فيما فاته من إجراءات، فقام بزيادة أسعار الفائدة 3/4 الشهر الماضي، وهناك توقعات في المزيد من الزيادة. يعني هذه الزيادة معقولة؟ نعم، مو مبالغ فيها. لا غير مبالغ فيها. وطبعا البنك المركزي يصدر بيانات كثيرة والمحللين تفصيلية، فالمحللين كانوا متوقعين هذه الزيادة، وبعضهم توقع أكثر من هذه الزيادة. نعم. لكن البنك المركزي الفيدرالي، طبعا البنك المركزي الكويتي، كثير من البنوك المركزية، نعم، تتخذ إجراءات ليست مفاجئة لتفاجئ السوق، لكن نعم. طيب أستاذ عبد المجيد، يعني رفع البنك المركزي الكويتي نتكلم لسعر الفائدة، شلون راح يأثر على الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص والعالمي بشكل عام؟ حنا يعني قصدك أنت الفيدرال الأمريكي، المركزي الكويتي ما يعني تأثيره على الاقتصاد الكويتي رفع سعر الفائدة. هو طبعا حنا كدولة مرتبطة في اقتصاديات العالم، ونستورد كثير من أو نعتمد حوالي 80% من ما نستهلكه على الخارج، فبالتالي احنا مرتبطين باقتصاديات العالم. فلما زاد المركزي الفيدرالي الامريكي اسعار الفائده 3/4، البنك المركزي الكويتي ارتاء ان يزيد 0.25% ليجاري، طبعا لان احنا بالكويت ايضا غير مرتبطين بسله عملات، وليس مرتبطين واحد إلى واحد مثل إخواننا بالخليج. نعم. فبالتالي حركة السوق، حركة المركز الكويتي أخف من نعم. يعني أخف، أقصد more dynamic. أوكي. طيب بالنسبة للبورصات العالمية وتأثير هذا القرار عليها؟ طبعا البورصات العالمية، إذا قاعد نتكلم عن البورصات العالمية، الأكبر بورصة بالعالم هي البورصة الأمريكية. البورصات دائما تتوقع الأحداث أو تسعر الأسهم بناء على الأحداث المستقبلية، فكان في توقع كبير من المحللين والمتداولين أن الفيدرال الأمريكي سيزيد من أسعار الفائدة، لكن ليس بهذا الحجم. والسوق الأمريكي بدأ بالنزول، يعني أنا من الأشخاص المتابعين للسوق الأمريكي لسنوات عديدة، لم أشهد في حياتي مثل هذا النزول خلال 6 أشهر. السوق الأمريكي خسر حوالي 9 تريليون دولار من بداية السنة إلى تقريبا الأسبوع الماضي. نعم. يعني 9 تريليون، قاعد نتكلم عن 9000 بليون دولار
خسارة من القيمة السوقية أو انخفاض بالقيمة السوقية. فبالتالي في أثر كبير على الأسواق. لكن الهدف الأساسي الآن هي محاربة التضخم. نعم. لأن التضخم له آثار سيئة جدا على نعم. الاقتصاد وعلى ميزانيات الأسر، وبالتالي له آثار اجتماعية كبير. وأيضا التضخم سيؤدي إلى انخفاض الأجور نعم. وبزيادة البطالة إلى آخره. طيب أستاذ عبد المجيد، يعني في توقعات اقتصادية كثيرة برفع آخر للفائدة خلال هذا العام، من وجهة نظرك يعني هل سيقوم المركزي الأمريكي بهذه الخطوة أم راح يكتفي برفع الفائدة لهذه السنة اللي حصل؟ المركزي الأمريكي سيجتمع عنده 4 اجتماعات قادمة، عنده اجتماع الشهر القادم في شهر 7، وعنده اجتماع في شهر 9، واجتماع في شهر 11، واجتماع في شهر 12. رئيس الفيدرالي الأمريكي أعلن الأسبوع الماضي أن الزيادة المتوقعة خلال شهر 7 ستكون 3/4% تقريبا. نعم. السوق يتوقع أن خلال هذه الأربع اجتماعات أن يزيد الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بين 1 إلى 2%، فبالتالي زيادة متوقعة، لأن المركز الفيدرالي الأمريكي قاعد يحاول أن يصل إلى ما يسميه اللي هو سعر الفائدة الطبيعي. نعم. في الاقتصاد على أساس يوازن بين الطلب والعرض ولا يؤثر يعني على الركود. طبعا الفيدرالي الأمريكي الآن أو يحاول ما نسميه بالاقتصاد سوفت لاندنج، الهبوط المرش. الناعم الهبوط الناعم للاقتصاد كي لا يدخل الاقتصاد في ركود اقتصادي، وبالتالي ركود اقتصادي مضر جدا خاصة إذا صاحبه تضخم. نعم. وهذا يسمى الركود التضخمي. نعم، للأسف أدركنا الوقت أستاذ عبد المجيد ووصلنا إلى نهاية حلقتنا. أكيد راح تكون لنا لقاءات أخرى ما دام الأمر مستمر. يعني مشاهدينا وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا، نلتقيكم الأسبوع القادم بموضوع اقتصادي جديد. مع السلامة.